صباح الخير يا صبايا والشباب. اليوم ندرس الأريل هالايدز. أريل هالايدز معناته في عندي هالايد على أروماتيك سيستم. أوكي، هلا بشكل عام احنا راح نرسمه هيك بهذا الشكل. عندي حلقة بنزين عليها إكس، وبعدين آر هي في الموقع أورثو ميتا بارا أي مكان، مش مشكلة حطينا بدل مكان. في حالة إنه عندك أريل هالايد النون، إيش راح نعمل؟ أول شيء رح نعمل له melting point or boiling point. melting point إذا كانت المادة صلبة، boiling point إذا كانت المادة liquid. بعدين بنتقل للsolubility، نعمل تستات solubility على أساس أشوف إيش solubility المناسبة للنون تاعتي. بعد ذلك رح أروح للمس على أساس أخذ elemental analysis اللي يكون تجربة الصوديوم فيوجن. هلا تجربة الصوديوم فيوجن ما بنعملها بسبب خطورتها، لكن بنعطيك النتائج تاعتها. لما تروح على المس راح تقول لك المركب تبعك فيه اكس. هلا الاكس هاي ممكن تكون فلورين، كلورين، برومين، ايودين، او ممكن يكون في نيتروجين، او ممكن يكون في سلفر. هاي العناصر ممكن احصلها من الاليمنتال اناليسيس. اذا هالوجين سواء كان فلورين، كلورين، برومين، ايودين، أو نيتروجين أو سلفر. مجرد ما أحصل على الإليمنتال أناليسيز من المس، ببدأ إجراءات إني أكشف على هذا المركب وأشوف هل هو أريل هالايد عندي ولا لا. طبعا الأريل هالايد معناته في عندي نظام أروماتي، إذا بالتستات تاعتي لازم أدور على تستات الأروماتيسيتي، انشرحت في تجربة الأروماتيسيتي. وتستات الأروماتيسيتي هاي اوريدي موجودة وكانت مشروحة بالتفصيل، وأهم تست فيها اللي هو استخدام الكلوروفورم مع الألمنيوم كلورايد. إذا بتتذكروا بناخد تست تيوب بحط فيه 2 مل كلوروفورم دراي، لازم يكون بعد ما يكون الكلوروفورم دراي لازم أحط عليه الأورجانيك كومباوند تاعي، بعدين بذوبهم ببعض، بعدين بعمل ديكلاين للتست تيوب، بميله، ببلل جدران التست تيوب. بعد ذلك بحط ألمنيوم كلورايد على الجدار اللي تبلل من الكلورفورم والأورجانيك كومباوند. إذا تغير اللون لأورانج، أورانج ريد، بيربل، جرين، كل هاي الدرجات اللي أوريدي ذكرناها في تجربة المركبات الأروماتية راح تظهر عنا أعرف أن المركب اللي عندي أروماتي. هلأ إيش ممكن أعمل تفاعلات للأروماتيسيتي؟ إذا كان عندي المركب بهذا الشكل، عندي المركب حلقة بنزين عليها X و R، إذا عملت له نايتريشن HNO3 H2SO4 بعطيني مجموعة النايترو على موقع بارا بالنسبة للX. إذا عملت أكسدة KMNO4 مع الكيتو أو K2CR2O7، بلاحظ إنه الR هاي كلها بتتأكسد لسيدة بالبوند OOH. إذا فعلته مع MG ودراي إيثر بعطيني جرينيارد، بتصير MGX. الإكس بعدين هاي إذا حطيت عليها CO2 inserted بقدر عمل insertion للغاز وبصير، وبالمرحلة الثانية H+ فبصير عندي سيدة بالبوند OOH، بكون حضرت كربوكسيليك أسيد، أو بفعله مع ARNCO2H2O بعطيني المركب اللي تحت اللي هو على شكل NHC double bond OAR، طبعا اللي هو النوع من أنواع الأمايدز. إذن هاي الشغلات العامة اللي ممكن أعرفها، أعرف إنه عندي أريل هالايد باستخدام مثل ما حكيت الصوديوم فيوجن اللي هو المس راح تعطيني نتائجه، تقول لي عندك هالوجين، بس ما رح تحدد لي الهالوجين ايش، فلورين، كلورين، برومين، ايودين، او تقول لي عندك نيتروجين، او عندك سلفر، او عندك الجميع. يعني ممكن يكون المركب فيه اكس وفي ان وفي اس، هذول اللي هم النتائج اللي بتطلع من الصوديوم فيوجن. طبعا مثل ما حكيت لازم اكون عامل الميلتينج بوينت للماده الصلبه، بويلينج بوينت للماده السائله، اكون عامل ال طبعا البويلينج بوينت بنعمل المايكرو بويلينج بوينت مثل ما اتفقنا. بعدين بدي اعمل تستات السوليبيليتي وعملناهم، بدي اعمل تستات الاروماتيسيتي وعملناهم، اللي هي في عندي تستين للاروماتيسيتي بثبت انه المركب عندي اروماتي
طبعا والتفاعلات اللي ممكن اعملها اذا كان عندي السيستم بهذا الشكل. هذا اول شيء مثلا بضيف H1O3 H2SO4 بعمل نايتريشن على موقع البارة بالنسبة للإكس، أو أكسيديشن KMnO4 K2CR2O7 وبتصير الـ R C double bond OOH، أو بضيف MG ودراي إيثر بعطيني اللي هو جرين يارد جرين، أند بعمل إنسيرشن للـ CO2 بصير C double bond OOH، أو بفعله مع ARNCO مع H2O بعطيني الأمايد المقابل اللي هو حلقة بنزين NHC double bond OAR و R. إذا هاي التفاعلات الأساسية اللي ممكن تنعمل لمركب أروماتي. هلأ بنلاحظ إنه مش كتير نقدر نعمل تفاعلات أو تستات للأروماتيسيتي أو الأريل هالايد إلا تفاعلات الأروماتيسيتي الاثنين اللي أعطيناكم إياهم، بالإضافة للصوديوم فيوجين اللي أوريدي بتعطيكم اياه المس اللي هو عباره عن سلفر او نيتروجين او هالوجين، وهذا الهالوجين سواء فلورين كلورين برومين يود هذا اللي هو نتائج الهالوجينيشن او نتائج الاكس الموجوده في المركب. يعني المركب تاعي اذا اروماتي وعملنا له صوديوم فيوجن المس اعطتني اكس، هاي الاكس ممكن تكون فلور كلور بروم يود، أو ممكن تقول لي عندك نيتروجين، أو ممكن تقول لي عندك سلفر، أو تكون كلها مجموعات أو اثنين منها. فلذلك هاي بتكون indication أو good indication بأنه المركب اللي أنا بتعامل معه هو هالايد، وهذا الهالايد بدي أشوفه هل هو ألكيل هالايد مثل ما مر معنا سابقا primary secondary tertiary، أو هو أريل هالايد. بدي أميز بين الهالايدات اللي ممكن تطلع، هل هو أليفاتيك هالايد برايمري سكندري تيرشري، برايمري هالايد سكندري هالايد تيرشري هالايد، أو هل هو أروماتيك هالايد اللي هو عبارة عن أريل هالايد. هلا بالنسبة للدريفاتيفز اللي ممكن أحضرها لهذا مش كتير، هما تو دريفاتيف. أول واحد بروسيجر 30 اللي هو سلفونيل كلورايد، بأخذ الهالو كومباوند أو المركب اللي هو مثل هيك بفعله مع 2 مول اثنين مول CLSO3H. بنلاحظ انه بصير عندي على الموقع عبارة S double bond O S double bond O CL. هذه المركبات كثير بحتاجها بالأدوية بلس HCl بلس H2SO4. اوكي، هلا بروسيجر اللي بعديها اللي هي الدريفاتيف الثاني اللي هو سلفونامايد. انا مجرد ما حضرت المركب الاول بروسيجر 31 سلفونامايد، هذا المركب حضرناه من التجربة السابقة، بضيف عليه NH4 OH بعطيني المركب اللي تحت X، بعدين S double bond O double bond O NH2 سلفونامايد. إذا في عندي two procedure، أول procedure أو two derivative اللي هو سلفونيل كلورايد derivative، والبروسيجر الثاني procedure 31 سلفونامايد derivative. إذا أول procedure 30 سلفونيل كلورايد، والبروسيجر الثانية procedure 31 سلفونامايد، و هاي البروسيجرز اللي انا بحتاجها او الدريفاتيف اللي ممكن احضرها لمركبات الاريل هالايد. اذا الاريل هالايد مثل ما احنا شايفين هو مركب اروماتي عليه هالوجين، هذا الهالوجين مش معروف بالنسبه لنا اللي عمل له تيست، هل هو فلورين كلورين برومين يود، بالاضافه انه ممكن المس تحكي لي بالصوديوم فيوجين انه في عندك نيتروجين او في عندك سلفر. فأنا إذا حكت للمس إنه في عندي هالايد، أول شيء بفكر فيه إنه ممكن يكون أريل هالايد أو ألكيل هالايد. إذا ألكيل هالايد ممكن يكون برايمري ألكيل هالايد، سكندري ألكيل هالايد، تيرشري ألكيل هالايد. إذا أريل هالايد بدي يكون هالايد مربوط مع أروماتيك رينج. مثل ما حكينا الأروماتيك كومباوند الصفاء العامة إله لازم يكون المركب عندي حلقي، لازم يكون في عندي نظام conjugated رابطة مزوجة مفردة مزوجة مفردة، لازم تنطبق عليه قاعدة هوكل اللي هي 4 and plus 2 بتسوي لنا الباي إلكترونز، لازم المركب يكون فلات. طبعا في عندي مجموعة كبيرة من الشروط للمركب الأروماتي، احنا اللي بهمنا بهاي المرحلة الأربع شروط اللي ذكرتهم، وعلى ضوء ذلك بقدر أعرف إنه المركب تبعي أروماتي أو not aromatic أو anti aromatic. حكيت إنه تصنيف المركبات الأروماتية أروماتيك أو نت أروماتيك أو نن أروماتيك بيعتمد على الإنيرجي، بقدر أميز بيناتهم. هاي بتمر معكم بالفيزيكال كيمستري أو الفيزيكال أورجانيك كيمستري، يعني في مراحل متقدمة في فرق بين الأنتي أروماتيك، في فرق بين النن أروماتيك، وطبعا في فرق بين الأروماتيك.
هلا هذا مش موضوعنا، الموضوع المهم تبعنا انه هاي الاكس كونكتد لاروماتيك، وبحضر منها المشتقين اللي ذكرتهم قبل شوي، بالاضافه انه بالصوديوم فيوجن راح يبين عندي انه عندي هالايد، هذا الهالايد ممكن يكون فلورين، كلورين، برومين، يود، او انه موجود مثلا نيتروجين او موجود سلفر. هاي كل هالامور المس راح تبين لي اياها، واعرف بالضبط ايش اللي اوريدي انا بتعامل معه. اذا تجربه الاريل هالايد مش تجربه كثير عويصه، بالعكس سهله، وبقدر بسهوله اكتشف انه عندي اريل هالايد بانه اعمل الصوديوم فيوجين اللي اوريدي المس راح تعطيني نتائجه. وهي النتائج عباره عن اكس، والاكس راح اكون حاط ببالي هل هي فلورين، كلورين، برومين، يود، او انه عندي نيتروجين او عندي سلفر. اذا مباشره بقدر اعرف انه عندي اول شيء هالايد. هل هذا الهالايد هل هو اليفاتيك هالايد او اروماتيك هالايد؟ اذا اليفاتيك هالايد بدي ادور عليه، هل هو برايمري اليفاتيك هالايد، سكندري اليفاتيك هالايد، تيرشري اليفاتيك هالايد، او عندي الاروماتيك هالايد، هل هذا الاروماتيك هالايد اللي انا عندي كونكتد للاروماتيك؟ وبدي اعمل الفحوصات واعمل الديريفاتيفز المطلوبه مني اعملها. هلا مثل ما حكيت في هذه التجربة، إذا كان عندي أريل هالايد راح أعمل ميلتينج بوينت إذا كان سوليد، بدي أعمل مايكرو بويلينج بوينت إذا كان ليكويد، بعدين أروح للسوليبيليتي وأعمل تستات السوليبيليتي. هلا بعد ما أعمل تستات السوليبيليتي وأعرف نوع السوليبيليتي، باجي على الصوديوم فيجن المس راح تعطينا إياها اللي هي بدل التستات، بعدين لازم أعمل تست الأروماتيسيتي، تستين الأروماتيسيتي على أساس أعرف المركب هل هو أروماتيك ولا نات أروماتيك أو أنتي أروماتيك. مجرد ما أعرف هاي الأمور بتجه باتجاه أن أحضر المشتقات تاعت هذا الأريل هالايد، وهن مشتقتين. المشتقة الأولى اللي حكينا عنها اللي هي بروسيجر ثيرتي سلفونيل كلورايد، عندي إكس على البنزين بفعلها مع 2 مول CLSO3H، بصير عندي المركب هذا البارة اللي أمامنا، سلفر كونكتد دبل بوند مع أكسجين، دبل بوند مع أكسجين وكلورين، زائد HCl زائد H2SO4، هذا بنسميه سلفونيل كلورايد، وكثير مهم في الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية. بعدين ممكن أحضر مشتقة تانية من هذا المركب بروسيجر 31 اللي هي سلفوناميد، بأخذ المركب السابق بفعله مع NH4OH، بنلاحظ أنه بتكون عندي سلفر دبل بوند O دبل بوند O NH2OX. إذن هذا بالنسبة للأريل هالايد، موضوع كثير سهل، بس بدي أكون دقيق بإثبات إنه في عندي أروماتيك وإثبات إنه في عندي هالايد، إلا أقدر أميز بينه وبين الألكيل هالايد، سواء الألكيل هالايد برايمري، الألكيل هالايد سكندري، الألكيل هالايد تيرشري، أو إنه عندي أريل هالايد اللي هو الصيغة العامة تاعته مثل ما إحنا رسمينا أمامنا. وهي ممكن بالمستقبل أعمل التستات، مش أعمل التستات، أعمل التفاعلات اللي أمامنا، أعمل نيتريشن بإضافة HNO3 وH2SO4 وبعطيني النيترو على البارة، أعمل أكسيديشن بالKMnO4 أور K2CR2O7 وبتعطيني هاي وهاي، بتصير هاي كربوكسيليك أسيد، وبفعله مع MG وإيثر دراي بيعطيني جرينياد ARMGX. ممكن أعمل إنسيرشن لCO2 بين الام جي والحلقة وصير عندي بعدين أسيديفيكيشن، وبعد الأخير أحول لغرينيارد لسي دبل بوند أو واتش، أو إنه أفعله مع ARNCO، وبعدين H2O بعطيني الأمايد اللي تحت اللي هو عبارة عن حلقة بنزين عليها RNHC دبل بوند أو AR. إذن هاي التفاعلات العامة للأريل هالايد اللي بتهمنا بهاي المرحلة. إذا مثل ما حكيت بأن الأريل هالايد إذا مادة سوليد بدي أعمل لها ميلتينج بوينت، ليكويد بدي أعمل لها مايكرو ميلتينج بوينت، بعدين أعمل السوليبيليتي تيست للمركب، بعدين أروح على المس على أساس أخذ نتائج الصوديوم فيوجن، راح تعطيني إكس اللي هي فلورين، كلورين، برومين، يود، أو تعطيني سلفر، أو تعطيني نيتروجين. بعدين بعد ذلك مباشرة بروح بعمل الأروماتيسيتي تيست اللي هن اثنين مروا معنا بتجربة بموضوع الأروماتيسيتي، ومجرد ما أثبت أنه المركب أروماتي معناته أنه عندي أريل هالايد، إذا ما طلع أروماتي معناته الإكساي ممكن يكون برايمري هالايد أليفاتيك، سكندري هالايد أليفاتيك، تيرشري هالايد أليفاتيك، أو برايمري ألكيل هالايد، سكندري ألكيل هالايد، تيرشري ألكيل هالايد.
بعد ما أعرف هذا بالكامل بروح مباشرة بحضر المشتقات اللي هي يا إما سلفونيل كلورايد بروسيجر 30 أو مشتقة 31 اللي هي سلفونامايد. بهيك بتنتهي المحاضرة. Good luck, take care, see you later, bye bye.